أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي عن حكم الذهاب عند بعض الرقاة الذين يقولون بأنهم يستعينون بالجن المسلم أو بالملائكة. هؤلاء مشعوذون دجالون، لا يجوز الذهاب إليهم، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا الاستعانة بالملائكة، لأنه قد يأتيه الشيطان ويقول أنا ملك أو أنا مسلم يضله عن سبيل الله، لا يجوز له هذا العمل. والرقاة تحصل منهم ممارسات محرمة كثيرة، ويشتكي الناس منهم، وقد يحصل منهم مفاسد في الأخلاق. يجب على ولي الأمر وولاة الأمور أن يأخذوا على أيديهم، ولا يقروا إلا من كان صادقا في رقيته وعنده عقيدة سليمة وعنده حسن نية حسن قصد. نعم.